تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل الناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحلة جديدة ماتينا للعادة. مرحبا بكم في حلقة الجمعة 26 أفريل 2024، ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم من توا حتى للتسعة ونص. جمعة مباركة على الجميع، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، إن شاء الله يوم مليان بالرزق بالمحبة بالفرحة وبالنجاح. من توا حتى للتسعة ونص نترافقوا، نرجو على حصيلة الأحداث ما صار في تونس والعالم في الـ 24 ساعة الأخيرة. نلعبوا بعد شوية على 200 دينار من إهداء جلاس النسيب، وبقية فقرة العادة تستنى فيكم، والفريق يحضر معنا كامل متكامل يقود في ظل غياب القائد الأسطورة للفريق لوغرون زياد المكي. زيدو سمع النور، أهلا بك الفريق، رحب بك، رحب بالناس الكل. إن شاء الله جمعة مباركة، نهار ذيل اليوم العباد اللي قاصدة ربي الخدمة، ربي يحلها في وجوهكم، ونهار صعيب على المكشخين الكل، العباد الكل استريسي. أنا عندي زوز من صحابي والله يا رفيق عمرو كونج، قالوا لي يا خويا حتى يوفى البارتي وتتفض الأمور إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله الإسبيرونس تعمل ريزولتا باهية وتروح معناتها بالربح، وهكاك نمشي للفينال. يا خويا شي عديه الوقت منا للسبعة، واحد يبدأ يخطط في النهار يوفى الراديو، ماذا بيه الراديو حتى للستة، مش طول تبقى ساعة وتتفرج في طرح. وانتو كان شاء نهاركم زين، نحن ان شاء نعديو قايد حلو مع بعضنا. السيد الترجي الاحمر والاسفر، نحكيو على المقابلة بعد شوية. الترجي واجب عشية اليوم الساعة 7 بتوقيت تونس فريق سان داونز الجنوب افريقي، اياب نصف نهائي رابطة الابطال الافريقية، 1-0 مقابلة الذهاب، هدف ينساس مقابلة العودة، صعيبة اكيد ولكن قادر الترجي يعود ان شاء الله بالترشح من جنوب افريقيا. باش يحكي معنا على حظوظ الترجي، على الامكانيات المطروحة اليوم لوغرون. اسال بدو صباح النور، اهلا بيك، اهلا بيك رفيق، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعة مباركة على الناس الكل، ربي يحفظكم، ربي يبقى عليكم الستر، ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم على صحتكم. وما أصعب فترات وأصعب وقت هو السوايع على الأخرانيين قبل المباراة، بالنسبة للمسؤولين الملاعبية الكونسلتاسيون عمل تطلع، ربي إن شاء الله مع الترجي، وإن شاء الله الترجي تمشي للدور النهائي اللي نستناو فيه الناس كل. الترجي اليوم مشرف الكرة التونسية. حسعيد كما قلنا للترجي باش نحكيو كورة معهم بعد شوية الناس الكل. رئيس مصلحة الرياضة الجولدن بوي حاتم الحاج، بونجور، صباح الخير، صباح الخير الناس الكل، صباح الخير المستمعين، صباح الخير زملائي. إن شاء الله المربوحة للترجي خلي ينقص الستريس. أنا طرحت عليه راهو خاطر كل يوم نمشي أنا المعرض الكتاب ويسأل العبيد عليكم، قولوا لهم خاطر متفاجئينش بكم ما راوكمش في بين أروقة المعرض، قلت لهم فما شكون يمشي المعرض ميونخ، فما شكون يمشي المعرض الكتاب بالسربون، ما معناها ما قوي عليك، نحن قويين على المعرض هكا، وصل الفكرة وحدك. دوك زيد باش يضيع الوقت قبل الماتش باش نهزهم بعد نمشيو للمعرض الكتاب نعم بيه دور. معناها بالنسبة لواحد فاناتيك كما زيد لاتونت بتاع 12 ساعة معناها قبل اللقاء، سمحني رفيق ما نفهميش، مقلقة جدا، تنتظر وقت يزفر الحكم وتنطلق المقابلة. حضرة السوبر ستار الفنان الشاعر الملحن الكاتب ملك الورمنشو لوغرو النقيب مقداد الزيلي. صباح الانوار، صباح الخيرات. هو راهو شوف توا في مقابلات كيف النكايه، توا ترجي ما ثماش، ترجي راهو ما ثماش اتوال، ما ثماش كلوب، ما ثماش ستاد، تحس كانه ترجي ولا فريق القومي بجد، حكايه دوليه دراب وتونس توا. انا نقول هاني كلوبيس نقول احنا مع ترجي لحما ودما، وان شاء الله يا ربي الترجي ينتصر. هذه حويجه قال شي محمود البارودي سينو. حاجه اخرى، انا قداش عندي معاكم في الراف، عندي توا عامين ما بين تلفزه وداع عويمين، فما فنان هندوي اسمه رافي شانكر، رافي شانكر يعزفوا معاه اربعه من الناس، قداش يعزفوا مع بعضهم رفيق صدقني، كنت فكرها تشدي الغصه، 47 سنه مع بعضهم نفس الفريق يا ولدي، ولا ياخذوا من بعضهم ولد الاخر خذا بنت الاخرى. يعني انا عامين نحس كاني عندي معكم 20 سنه، وانا ديما مع الراف طول حياتي، ومعك قلبا وقالبا عايشك انا فيه ونورمال، وجد معك صحيح وديما منتصرين ونبرد روح. ديما منتصرين باذن الله، بعيد على التفاصيل والجزئيات. شكرا كيف فرحانين زاد انت اللي انضميت للمجموعه، كبيرة الفن نجمة الاستاذ. مقابله صعيبه بالنسبه لها لانه زوجها اكيد ينتظر في المقابله،
سندريلا صباح الانوار. صباح الورد يا سندوده. صباح الورد والفل والياسمين يا وجوه الخير، ان شاء الله يا ربي يتعدلكم نهير مزيان. جمعه مباركه على الناس الكل، ربي يعطي كل واحد يسمع فينا اللي يتمنى ويحلوا ببين رزق قدامه يا ربي. سينو انا الويكاند نتاعي مربوط يا محمود، ويكاند باهي ولا خايب كله مربوط بالترجي الرياضي التونسي. كان الترجي ربح هكا احتفالات، كان الترجي ما ربحش الواحد في بيت والسلام. ربي يقدر الخير، ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله يرجعونا منتصرين يا ربي ويفرحوا احبائي الترجي الرياضي التونسي كلي انا منهم زاده كيف كيف. البارح سجلنا حلقه التلفزه اللي باش تعدى اليوم التسعه غير بو على قناه الحوار، ودخل للتاريخ اول كرونيكور في العالم يحل المقابله ما تفرش فيها. يحكي لنا على الفرص محمود. لا لا والله قال لك نتصور باش يعملوا سته فرص وفما زوج في الاخر ما يميش وفما فاز باش يدخل يرصاص على اليمين. حل في مقابله مازالت ما بداتش قبل 24 ساعه، انتظروا تحليل محمود بعد ما تشوفوا المقابله ان شاء الله. محمود البارودي صباح النور. صباح الفل رفيق، صباح الفل. لا وليله كامله وانا نخمم زعما لا زعما كان يزيد عمامه اللي يلعب ثلاثة مرياح وتوجاي وعمامه ويسكر ويستنى واحد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ولكن تعرف يا حبيت ترجي اليوم باش ينتظروا المقابلة الأخرى باش يشجعوا الأهلي اليوم. راه قول لي علاش رفيق؟ لأنه خروج مازيمبي يعني كأس العالم، كأس العالم مباشرة حتى في صورة عدم الترشح للدور النهائي. دوك اسمع ان شاء الله يا ربي زينة منين جاية يا ربي اتفرح الجماهير الرياضية بصفة عامة. توضيح رفيق، توضيح، رانا احنا سوليدير باش ما يفهموش الإدارة لهنا في الديوان، رانا احنا سوليدير على موضوع آخر، معناتها تمشيوش تخايبوا الديوان، رانا أمورنا مريقلة معاكم ونحبوكم. رانا عركة مع ماتينا الأخرى. صحيح. تقابلوا في البتحة. إيه صحيح باش يهبطوا لهم ويهبطوا لنا. إن شاء الله تعديوا معنا ساعتين ونص ممتازين. دعواتكم يا ربي في صلاة الجمعة في كل الصلوات ترجي تربح ان شاء الله على المنبر الايمان على المنبر الايمان الكل. يلا اكتبوا لي على 31 328 328 ولا 31 328 330 تربحوا معنا بعد شويه بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء فناك، وكيما كل يوم 200 دينار كاش من اهداء جلاس النسيم. يستناو فيكم زاده دو تيكي فيستيفال سيكا جاز صفاقس، دو تيكي فيستيفال سيكا جاز الكيف رفماك حتى للتسعة ونص متاع صباح. الرحلة انطلقت والبداية كالعادة بالزابينج باي قناص البرنامج رامي الفراتي باي ترافل تودو. اكتشفوا العالم مع ترافل تودو، أرخص أسوام لبيي دافيون في تونس مع أحسن لكمبانيا أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سيور. ترافل تودو تقدم لكم زابينج. زابينج وقفت لي راف ماجور. عزيزي المستمع مع محمود البارودي حاجه تتقرى، معناها شفت اللي يقولوا كل مره ينشحش باش يعملوا باش يخرجوا العكس نتاعو. لا ابداع دروس. تعرفوا اللي لافريك دو سود راهي بلاش فيزا، دونك التوانسه اللي تنجم والا تحب تخمم في مشروع راي نحكيو على لندرا، نحكيو على بريطانيا، راهو اقتصاد متطور جدا. ريت يهرب في العباد راهي. علاش ما تبداش هذه دعوه لتهريب رؤوس الاموال؟ خلهم برا واستثمروا غاش راهي دخل عمرها لا صارت في العالم. معناها احنا في البلاد اللي احنا نلموا في فلوس في فلوس في الناس من برا برا امشي وقال يدفع رؤوس الاموال لمغادره الوطن. علاش؟ لتركيع الاقتصاد. ليه والله ليه؟ شو وين وصلنا مع محمود البارودي؟ احنا ناقصين هجره ادمغه وكذا، وكامل يحب يهجر رؤوس الاموال. لا لا برافو محمود، لا في الدخل اي ما يهموش. اما كان لاحظنا الكل وحده ما يقلقوا حد شيء. اي لا زياد، لا زياد تبعد عليه شويه كذا، تخليه وحده يصير فينا عنده فما ليزون بست بسيت. ايش بيك تضحك رفيق؟ نضحك على خاطر الناس مش لاقيت وليت مش لاقيت موضوع اخر فهمت ولا ما تفعلش معايا والله. هو يتبهدل وانت محرم. اما شفت عزيزي المستمع بعيد على ذايا حاتم بالحاش عنده فويت يحب يحكي عليه في الكرتون، صار فويت وكذا في بلاصه من بلايص في تونس. الحكايه ذايا قداش عندها؟ ثلاثة ايام. البارح باش قراها الكرتون الله مصلي على النبي. فويت دو تستنى في البطاقات عند نهايرين ثلاثه مع حاتم بالحاش قبل ما تصلح الفويت. ما نعرفش صلحت ولا لا، متبع الامر انت معناها تكون فضيحه كانت ولا تصلحت واحنا بلوتو تصلحت واحنا نحكي
نحكيوا عليها نتمنوا التفاصيل. يا ولدي منظر تصلح الفويت وتبنيت قنطرة غادي هاي ويخموا يبنيوا مطار وكذا وحتى مازال مركح الكارتون متعرش على الدنيا ينجم زاد يعمل لك عليه رتور الجمعة الجاية ما يهموش ما عندوش البيداغوجية ينقص شوية بيداغوجية نروح المول يتعلم عند الحاج معلم قديم اللي يقول لك قريت في باب الخضرة يعني في صعيبة ياسر ناجي قريت ولا قريت شيء ماتير فماش قريت قري كل شيء بتاع صغاري قريت ترى معناها حساب وعربية كل شيء سنة خامسة مش عجبكش زاد نمشيو للسيزيام يعديو والبر قرر الاسلام اه شوف انت معناها شوف الدنيا شوف الدنيا كيفاه والسيتواسيون اللي يتحطوا فيها العباد الحاج يقري فيش في الدين وين في بريطانيا انا يقولش عليك جبت جول هوند حطيته يكور بونتا في فينال شامبيونز ليج ماتش كره قدم اي هكاك بالضبط لا ما شاء الله علي الحاج جوكر معروف اخي مش تقول لي باسبارتو اي يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ زابينغ ريزيرفي في أي بلاد تحب عليها ووقت ما تحب على traveltodo.com أكثر من 500 ألف أوتيل في العالم موجودين عنا والخلاص بالدينار traveltodo لي بري تودو كيما كل نهار جمعة نبداو بالربح مع ترافل تو دو باش نعلنوا على الربح معانا سيجور قبل هذا ما تنساوش برشا جو فني يستنى فيكم السبت هذا في ترافل تو دو فيلاج افريكا جاد مع العرض الحدث ديسكو ال عربي وفنانينكم المفضلين نور شيبة ومنال عمارة سهرة مع إقامة مع فطور صباح ب 135 دينار فقط للشخص الواحد نعم 135 دينار فقط الأماكن محدودة ريزيرفيو اتصلوا على 70-103-103 نذكركم اللي ترابل تدو حتى تزيد على ذمتكم أقوى ليزوفر باش تريزيرفيو وتحضروا سيف متاعكم وليفاكونس في سيف على بكري وتربحوا تخفيضات توصل حتى ل 30% في أحسن ليزوتيل اللي حب على الجو يريزيرفي من توا وترابل تدو توفر لكم أكثر من 35 أجانس باش تكون قريبة منكم بيجا سوسة بلزار جربة مونبليزير جرين جاردان كارتاج تونس سيتي كلاريت جسفاق وغيره والا تنجموا تعملوا تلا عسير ترافل تو دو بوان كوم اللي ربح معنا سيجور الجمعه هذه وربح معنا ويكاند في اوتيل ترافل تو دو فيلاج افريكا جاد ونقولوا له الف مبروك الصباح هو صديقنا العربي الخزري مبروك مبروك يا عربي مبروك صديقنا العربي الخازري ويكاند في نزلة ترافل تو دو فيلاج افريكا جاد مرسي بوكو ترافل تو دو ريزيرفي في اي بلاد تحب عليها ووقت ما تحب على traveltodo.com اكثر من 500 الف اوتيل في العالم موجودين عنا والخلاص بالدينار ترافل تو دو لي بري تو دو ترتيحة بالموسيقى ونرجو بعد لحظات مع سندريلا والبوكس نيوز نحكي على رئيس الجمهورية ولقاء برئيسة لجنة الصلح الجزائي نحكي على رئيس الجمهورية اللي يدعو إلى وضع حد نهائي للتمويلات الخارجية غير الشرعية لدى استقباله المحافظ محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري أخبار أخرى استنى فيكم بعد شوية وقت البوكس نيوز بعد الموسيقى هذه لطيفة حبك هيد